جامعة العلوم التطبيقية وبالتعاون مع مركز الملك راني العبدالله لتكنولوجيا التعليم أقامت وللسنة الثالثة على التوالي مسابقة مبرمجي المستقبل اللي بتنظمها كلية تكنولوجيا المعلومات وبمشاركة واسعة شملت 265 مشارك من 48 مدرسة حكومية وخاصة. هي عبارة المسابقة عن أسئلة برمجية في أي من اللغات Visual Basic أو جافا أو C++ أو Quick Basic. يستطيع الطالب يستلم الطالب 10 أسئلة، يبدأ بالحل، يكون التصحيح مباشر من خلال مجموعة من الحكام، عندنا حوالي تقريبا 10 حكام. عندما يسلم الحل الطالب خلال دقائق معدودة يصل الجواب، إما الجواب الذي تم تسليمه صحيح أو يحتاج إلى بعض التعديل. وزارة التربية والتعليم كان لها دور كبير في تعميم هالمسابقة على مدارس المملكة، وللطلاب ما بين الصف العاشر والثاني عشر ليتكون كل فريق من طلاب بيطلب منهم حل 10 أسئلة بأي لغة برمجة مثل كويك بيسك والسي بلس بلس والجافا وغيرها، ويتم تسليم البرامج خلال الشبكة الداخلية ليتسلم الفريق جواب الحكام بالقبول أو الرفض خلال دقائق. مسابقة الACM هي عبارة عن مسابقة لطلاب العاشر والأول ثانوي التوجيهي. الأسئلة متناسبة مع منهاج التربية والتعليم اللي بيدرس في المدارس. اللغات الموجودة عندنا Quick Basic، جافا وC++ لبعض المدارس اللي طلبت. طبعا احنا وردنا بعض النقاط من الطلاب المشاركين من المدارس الحكومية انه وجود عدم أجهزة تطبيقية يطبقوا عليها الكود، وحاولنا نتفاداها، ولكن إن شاء الله في السنوات القادمة راح نحاول نقوم بتنسيق مع الوزارة بالتفادي هاي المشاكل. مسابقة مبرمجي المستقبل تهدف لاكتشاف جيل جديد من المبرمجين المبدعين في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية، وبتسعى جامعة العلوم التطبيقية وبالتعاون مع مجموعة من الشركات الداعمة لتشجيع ودعم طلبة المدارس بالمشاركة من خلال تنمية القدرات البرمجية وتحويل أفكارهم إلى مسيرات نجاح متكاملة. الأسئلة يعني كانت فيها نقشة مخ، بدك تركز تفهم إيش السؤال بيعني عشان توصل للهدف. وطبعا في شيء حلو كتير بهذا الامتحان انه انت بتقدر تتواصل مع الجدج ويرد لك ايش ما بدك عشان تفهم السؤال اكثر. المسابقه كتير حلوه، ويعني احنا جاوبنا سؤال واحد واخذنا بالون، بس يعني بالمناهج ما بعتوا كتير من هدول الاشياء، ويعني بنصح الوزاره انه يعني انه تعطي اكثر من هدول الاشياء C++ والجافا، ويعني إنه بس كتير حلو المسابقة. المسابقة السنة هاي الحمد لله جابت أكثر من 70 فريق، ضعف العدد اللي قد السنة الماضية، وهي زي ما انتم شايفين يعني أفكار الحمد لله بتجنن، اللي هي كل ما تحل سؤال بتجيب لك بالون، هذا بدل على إنه بدل على فريقك إذا بجاوب أكثر أسئلة بتكون أنت متقدم وبتكسح المسابقة. هالتشجيع لا يتوقف على منح الجوائز للفائزين فقط، بل ترى أنه خلق روح التنافس والعمل الجماعي هو أساس التطور وتنمية القدرة على إيجاد الحلول التكنولوجية للمشاكل. أحمد الكيلاني، رؤية.